كتلة أهل الهمة، شباب يبني، وطن ينهض. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبلش نحكي عن Chapter 7 ألا وهو Membrane Structure and Function. زي ما تعرفنا في التشابتر اللي قبله عن المكونات الرئيسية للخلية، وحاولنا نعرف شو هي المهام لكل مكون، بضل عنا آخر مكون للخلية ألا وهو الممبرين. أوكي؟ بالنسبة للمهمة الرئيسية للممبرين بشكل عام، هي موضحة بأول فقرة Selective Permeability أو النفاذية الاختيارية. شو المقصود بالنفاذية الاختيارية؟ يعني أنه بتسمح لبعض المواد بالدخول بشكل أسهل من مواد أخرى، فبالتالي بدخل المواد اللي بتحتاجها الخلية وبتطلع المواد اللي ما بتحتاجها. هذا هو العملية اسمها الكيميكال اكستشينج مع البيئة الخارجية، يعني فبتأهل لي لحتى يكون في تبادل مع البيئة الخارجية. بالنسبة لأول كونسبت، بيوضح لي ان السيلر ممبرين ار فلويد موزيك اوف ليبيدز اند بروتينز. في عندي كلمتين مفتاحيات بهذا الكونسبت ألا وهو الفلويد موزيك. اوكي، كل اللي حكينا في هذا الكونسبت عن فلويد اند موزيك. الفلويد معناتها مائع، والموزيك معناتها نفس لوحه الفسيفساء. مثل ما بنعرف انه لوحه الفسيفساء بتتكون من احجار صغيره، هلا بالنسبه للوحتنا بتتكون من حجرين رئيسيين ألا وهم الليبيدز والبروتينز. طبعا بنعرف شو معنى الليبيدز وشو معنى البروتينز، تعرفنا على بعض خصائصها. هلا ما بهمنا بكل خصائصها بهذا الشابتر، عدا انه في عنا نوع من الليبيد اسمه الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد بيمتاز بصفه مهمه جدا ألا وهو الامفي باثيك. نلاحظ انه الكلمه متكونه من مقطعين، يعني ما بنقدر نقرا امفي باثيك، بدنا نقراها امفي اند باثيك. اوكي، فبالتالي للفوسفوليبيد له طبيعه مختلفه. يعني في عنده جزء هيدروفيليك بحب المي، بتمثل في مجموعه الفوسفات فوسفو، والهيدروفوبيك تيلز يلي هو بيكون موجه نحو داخل الممبرين. فبالتالي هلا صار في عنا صوره تقريبا شبه مكتملة عن الممبرين. بكون في عنا فوسفوليبيد موجه بالإضافة للبروتينز، هلا بنحكي عنه. بكون في عندي جزء محب للمياه باتجاه الخارج، وجزء محب كاره للمياه باتجاه الداخل. هلا أنا بقصد بالداخل والخارج بالنسبة للممبرين، يعني أنا مو باتجاه الداخل يعني جوات الخلية أو خارج الخلية، لا أنا بحكي خارج الممبرين. هذا هو الممبرين تبعي، فبالتالي هذا هو الداخل تبع الممبرين وهذا هو الخارج تبع الممبرين. هون ممكن يكون البيئة الخارجية للخلية وهون ممكن البيئة الداخلية للخلية، ولكن مهما يكن الخارج الممبرين لازم يكون في عندي هيدروفيليك هيدز يلي هم المتمثلة في مجموعة الفوسفات، اند يلي هو اللي بكون الهيدروفوبيك تيلز بتكون انسايد ذا ممبرين وذين ذا ممبرين. اوكي، بتكون في عندنا هيدروفوبيك روجين متمثلة بالهيدروفوبيك تيلز. هذه هي طبيعة الامفيباتيك. بالنسبة للبروتينز نفس الفكرة تماما، فبنلاقي انه البروتين من برا هيدروفيليك موجه نحو المي، وبكون من جوا برضه هيدروفيليك موجه نحو المي داخل الخلية. بهون بهذه المناطق بتكون في هيدروفوبيك روجين كاره للمياه. الكلام اللي أنا حكيته بتبع لنموذج معين، يعني مين حكى كل هالكلام؟ هو النموذج الفلويد موزيك موديل، زي ما حكينا الكلمتين المفتاحيات فلويد موزيك. أوكي؟ هلا احنا طبعا تعرفنا شو المقصود بالموزيك، يعني اللوحه الفسيفسائيه اللي حكينا بتتكون من ليبيدز اند بروتينز. اوكي، بضل نحكي عن فلويديتي. قبل ما نحكي عن فلويديتي بدنا نحكي بس شو هاي الفقره بتحكي، يعني بتعبر عنه. هاي الفقره بتحكي انه لو لقينا في منطقه مليانه فيها فوسفوليبيد بيكون لها هدف، ولو كان في منطقه لقينا مليان بروتينز برضه بيكون لها هدف، بيخدم الممبرين بشكل عام وحتى بيخدم كل الخليه. هلا نرجع للفلويديتي اوف ذا ممبرين. فلويديتي اوف ذا ممبرين المقصود فيها انه الممبرين على حركه دائمه، يعني مش مثل هذه الصوره، لا بضلوا يتحرك بشكل كبير. شو هن اللي بيتحركوا؟ انا ما بعرف غير شغلتين يلي هو الفوسفوليبيد اند يلي هو البروتينز موجود جوات الممبرين. اوكي، فبالتالي كيف ممكن يتحرك؟ احنا الفوسفوليبيد نفكر فيها الموضوع، ممكن يتحرك حركه جانبيه بالنسبة لطبقة واحدة، ممكن يتحرك البرة يطلع جوا والجوا يطلع برا. بالنسبة للحركة الأفقية العشوائية ممكن تكون يتحرك لورا يمين يسار، هاي الحركة اسمها lateral أفقي أو جانبي shift، حركة أفقية. تمام، حركة جانبية.
بالنسبة للحركة اللي بدخل فيها يعني برا بدخل فيها جوا وجوا بطلع فيها لبرا، هاي اسمها الفليب فلوب، يعني انعكاس، يعني تمام، يعني بكون يعني البرا بطلع جوا والجوا بطلع برا. بالنسبة للبروتين، هاي كل حركات الفوسفوليبيد، بما انه صغير ما يعني مسألة مش معقدة، بما انه بيكون باي لاير، اوكي، ما عنده بس يعني طبقة واحدة، لا، في عندي طبقة طبقتين، تمام، هذه اسمها باي لاير، اوكي. هلا بالنسبة للبروتين نفس الحكي، بتحرك حركة افقية، معناتها اسمها لاترال جانبي شيفت، اوكي. بس هلا العلماء لاحظوا انه البروتين بتحركه بشكل اكثر انتظام، يعني مثلا اذا تحرك هذا بهذا الشكل، يعني باتجاه مثلا اليسار نحكي، ما ممكن انه مثلا يتحرك لورا، ما ممكن انه يتحرك لقدام، بكون حركة اكثر انتظاما. حاولوا انه يغيروا لحتى يعبروا عن هاي الحركة، غيروا بدل كلمة شيفت عدلوها تعديل بسيط، دريفت صارت، اوكي، شيفت دريفت، اوكي. ليش يا ترى هاي الحركة بتكون اكثر انتظاما؟ لانه البروتين بكون مثبت من جوا بالمايكروفيلمنتس، موجود داخل الخلية، فبالتالي بيشكل المايكروفيلمنتس زي سكة القطار اللي بيمشي عليها البروتين، فبتكون حركة اكثر انتظاما، اللي عبرنا عليها بكلمة دريفت، اوكي. في نوع ثالث من البروتين، البروتين اللي بكون مثبت، ليش يا ترى؟ لأنه بكون مقيد من الجهتين، بكون من جوا مثبت من المايكروفيلمنتس ومن برا بالإكسترا سيلير ماتريكس أو ECM، أوكي؟ فهذا بيقيد لي إياه من اتجاهين، ما بقدر يتحرك البروتين، فبكون ثابت، أوكي؟ هذا هو المقصود بكل الـ fluidity of the membrane. ولكن في برضو كمان عندي نقطة مهمة. هلأ لما إحنا رحنا ندرس صفات، يعني شو المهمة تبع الممبرين، زي ما ذكرنا هي الـ selective permeability، فبالتالي لحتى يتناسب هذا الشيء، يعني المهمة تناسب الـ structure تبع الممبرين، بده يكون في طبيعة معينة للممبرين. هلا في اول اقتراح بيجي بدنا نحط عنا الاقتراحات، بيجي بيحكي لنا انا الفوسفوليبيد بدي اجيكم كومباكتد، يعني كليات متراص بشكل يعني قريب لبعضه، وممكن انا اجيكم على شكل انه مش متراص. كيف ممكن انا اجيكم على شكل مش متراص؟ بكون بالتيلز في عندي كينكس، انطعاجات في التيلز، هذه الكينكس بتسبب بواسطة، يعني ليش، شو سببها؟ بكون في unsaturated chain، يعني في عندي رابطة ثنائية في جوات الفوسفوليبيد، تمام؟ فمنيجي احنا بنفكر، احنا اللي بدنا اياه الممبرين يكون fluid ولا highly compact، زي الجل like structure، اوكي؟ بحكي احنا بناء على الفلويد موزيك، يعني موديل، عرفنا انه احنا بنحتاج الفلويد، اوكي، فبالتالي هذا النموذج خاطئ، لا نحتاجه، بدنا اياه يكون في unsaturated fatty acid، بدنا اياه يكون في كينكس، بدنا اياه يكون في فراغات بين الفوسفوليبيد. ولكن بيطلع عنده مشكلة تانية، ألا وهي أنه بكون في هلأ صار فلويد بشكل كتير كبير، يعني صار مائع لدرجة مثل المي، هذا برضو كمان ما بيناسب. ليش يا ترى؟ لأنه ما بتثبت عندي البروتين، ممكن يطلع ممكن يدخل، وهذا الشيء ما بيخدم أبدا ولا أي من وظائف الخلية ولا الإنزيمز داخل الممبرين ولا بأي شكل من الأشكال. فبالتالي بيجي مين بده يحل لنا المشكلة؟ يعني هلأ الفوسفوليبيد حكى لي أنا هذا أقصى حد ممكن أحل لكم فيه المشكلة، ولكن بيجي مين أخوه يلي هو الكوليسترول، نوع تاني من الفاتس، أوكي، بيجي بحكي أنا بدخل بين الفوسفوليبيد، فبالتالي بعطيه more resistance. شو يعني المقصود ب more resistant؟ resistant معناته تقييد، يعني بيمنع لي انه يكون extremely fluid، تمام، وبنفس الوقت بيمنع انه يكون highly compact، فهيك بنحقق الدرجة الوسطى. فبتكون درجة الميلتنج بوينت، او يعني درجة حرارة الجسم تبعه مناسبة كتير لدرجة حرارتنا، الا وهي 37 درجة سلسيوسية. هذا المقصود بالفقرة، الفقرتين هدول. طيب، يعطيكم العافية.